مرحبا بكم متابعينا الاعزاء. يجدر بجسور سكك القطار ان تكون امنه ومتينه وقويه كفايه، والسبب بكل بساطه هو انها تحمل القطارات على متنها التي تزن اوزانا ثقيله، وتحمل على متنها الكثير من المسافرين. لكن وبشكل مخيف، بعض سكك القطارات لا تبدو امنه لتلك الدرجه بمجرد مشاهدتها. ولهذا سنقدم لكم اليوم في هذا الفيديو اخطر سكك القطارات في العالم، فابقوا معنا لمشاهدتها. لكن قبل ذلك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد. سكة شيلاي راميس تقع على جزيرة راميس وراو التي توجد في الساحل الجنوبي الشرقي من الهند، وتسمح للزوار فيها برؤية الكثير من المناطق والتماثيل المهمة دينيا في الهند وفي المنطقة بشكل خاص، وتعتبر مكانا سياحيا عالميا بامتياز. لكن أكثر ما يميزها في الحقيقة هو جسر سكة القطار الذي يتواجد فوق سطح مياه البحر حرفيا، والذي يعتبر الطريق الوحيد لبلوغ جزيرة أساس أو عبر استعمال الزوارق أو العبارات بالنسبة لمن يمتلك السيارات أو الشاحنات. وفي بعض الأحيان قد يكون البحر هائجا أو تكون الرياح قوية، لكن ورغم كل هذا لازال هذا الجسر شغالا لحد الساعة، وليس غريبا أن يمر القطار عليه ببطء شديد. وقد بني هذا الجسر الذي يبلغ طوله 1.4 كيلومتر عام 1904، ويربط البر الرئيسي بالجزيرة منذ ذلك العهد، رغم أن الجو في البحر عادة ما يكون عاصفا. وبحسب تصريحات من زار الجزيرة، سواء تم بلوغها بالقوارب أو القطار فإن التجربة تستحق المغامرة، لكنها تظل مخيفة ومرعبة دائما. سكة قطار جورج تاون المستديرة تقع في كولورادو، وهي عبارة عن سكة تمتلك الكثير من الجسور عبر الجبال على ارتفاع 190 مترا من على سطح البحر في ولاية كولورادو الأمريكية. الجدير بالذكر هو أن هذه السكة حديدية قديمة للغاية، فقد بنيت أول مرة في النصف الثاني من القرن 19 خلال بداية أعمال مناجم الفضة والمعادن هناك، ولهذا كانت سكة حديدية مثل هذه الطريقة الأفضل لنقل البضائع والمعادن وسفر العاملين هناك أيضا عبر جبال الروكي كما تسمى هناك. ورغم أن جزءا كبيرا من هذه السكة قد تدمر وتم التخلي عنه على مر السنوات، إلا أنها حاليا تعمل كعنصر جذب مهم للسياح. فمنذ عام 1973 تم إصلاح جزء كبير من هذه السكة لخدمة هذا الغرض، لكن جزءا واحدا من هذه الطريق هو الذي لا يزال يشكل بعض الخطورة ويمنح السياح دفعات هائلة من الأندرنالين لدى تواجدهم هناك، وهو ما يسمى ببوابة الشيطان، بحيث تصبح سرعة القطار لدى مروره من فوق الجسر بطيئة للغاية. وليس غريبا أن يشعر الكثيرون على متن القطار بالفزع والخوف والتوتر، لكن فور الانتهاء من هذه الرحلة التي تسمح لك برؤية الكثير من المناظر الطبيعية المذهلة بعد قطع مسافة 8 كيلومترات تقريبا، فأغلبية من جربها صرح بأنها رحلة تستحق المحاولة وتمنح المرأة متعة يجدر تجربتها. وهناك من وصفها بأنها قد تعيد المرء لسنوات الماضي، حتى وخصوصا لأن القطار من النوع البخاري القديم. سكة قطار بورما تعتبر واحدة من بين أكثر سكك القطارات إخافة في العالم، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بجسور القطارات هناك. يلقب طريق القطار هذا بسكة قطار الموت في بعض الأحيان، فطول هذه السكة يبلغ 258 ميلا ويربط ما بين تايلاندا وبورما في الواقع. هذا الجسر الذي تشاهدونه يقع على متنها، وقد بني ما بين عام 1940 و 1944 من طرف إمبراطورية اليابان حينها. وكان الغرض من هذا الجسر هو السماح للقطارات بنقل العدة والأسلحة العسكرية لبورما خلال الحرب العالمية الثانية. ورغم أن أغلبية الأجزاء من سكة القطار القديمة هذه غير مستعملة الآن لأنها تعرضت للتلف الكامل، إلا أن أجزاء أخرى لازالت قيد الاستعمال، وخصوصا تلك التي تربط بانكوك بمدينة نامتا. يعود لقب سكة قطار الموت للجنود الذين فقدوا حياتهم خلال بناء السكة، والذين كان أغلبيتهم أسرى حرب فيما مضى، كما أن مشاهدة قطار لدى سيره على أغلبية جسور السكة يجعل المرء يدرك خطورتها من خلال سرعة القطار البطيئة هناك.
سكة قطار بيلاتوس. أما الآن مع سكة قطار بيلاتوس في سويسرا، والتي تعتبر طريقا لا مثيل لها في العالم. فالقطار يسير على سكة فوق جسر مثبت على حافة جبل نحو قمة بيلاتوس، والطريق ليست مستوية وإنما على شكل منحدر بزاوية 45 درجة. ورغم مدى غرابة هذا الأمر، إلا أن السكة لم تخلف أي حوادث تذكر أبدا. فمنذ عام 1868 تسلقت الملكة فيكتوريا نحو قمة الجبل، ليصبح الموقع محط سياحة منذ ذلك الحين. يجدر الذكر بأن سبب وراء نجاح هذه السكة هو مهارة المهندسين الذين صنعوا مقطورة مائلة ونظام سكة يمكن له أن يحول الطريق عبر تدوير أجزاء معينة من السكة بزاوية 360 درجة، ليتيح تغيير الطريق بين المقطورتين الصاعدة والنازلة، حيث يحتاج الصعود إلى القمة مدة 30 دقيقة، بينما يحتاج النزول 40 دقيقة، وهي مدة مثالية وقصيرة، وتسمح للمرء بالنظر والتمتع بكل ما يوجد حول الجبال خلال الرحلة أيضا. ما تشاهدونه في هذه الصورة كان فيما مضى جسر سكة حديدية، وبطبع من شكله الغريب يبدو بأنه غير صالح للاستعمال وخطير للغاية، فقد تم توقيف هذا الجسر عن العمل بعد مدة قصيرة فقط. فرغم عدم سقوط أي قطار من على متنه، إلا أنه يعتبر من بين أكثر أفكار جسور سكة القطار جنونا، وقد كاد أن يسبب في حدوث مشاكل لا يحمد عقباها أكثر من مرة. وللأمانة فقط، هذه السكة تعتبر الأخطر فيما يخص موضوعنا، لكن القليل فقط موجود عنها فيما يخص المعلومات المتعلقة بها. فهل تعرفون أي شيء إضافي في هذا الصدد؟ أخبرونا بأرائكم أسفل الفيديو. سكة قطار مايك لونغ. والآن مع سكة قطار مايك لونغ في تايلاندا، والتي تعرف بجزء معين فيها يقع وسط سوق للخضار والفواكه والمواد الغذائية، ما يجبر الباعة هناك على جمع أغراضهم كلما اقترب القطار وإعادتها مجددا. بل هناك من يضع ما يبيعه مع الأخذ بعين الاعتبار مرور القطار أكثر من مرة واحدة كل يوم، بل 6 مرات يوميا. ففور اقتراب القطار يبتعد الجميع ويزيح أي شيء من أمامه كي يمر بسلاسة وبدون أي مشاكل. وإن لم يقوموا بذلك في غضون 3 دقائق، فالقطار لن يتوقف لأي كان، سواء الباعة أو المشترون. يجدر الذكر بأن لسكة القطار هذه عدة جسور أيضا تعتبر من بين الأخطر في العالم، بغض النظر عن الجزء الذي يتواجد فيه السوق.